خوتي المغاربة صباح الخير عليكم. اليوم الخميس 25 غشت 2022 كانت واجد حدا باب 11 سوق الأحد بأكادير. كتشوفوا هذاك ليزار البيض وهنا كاين الأزبال. كاين واحد السيد ميت تما هذا الصباح القوي هذه 29 دقيقة. هذا السيد هذا يمكن يعاني من اضطرابات نفسية. البارح نهار كامل هو جالس حدا حوايجو هنايا كيعاني في صمت. عدد من المواطنين اتصلوا بلومبيلونس اتصلوا بهذا باش يجيو يشوفوا مالو حتى واحد ما حضر ليه. هذا الباب هنايا كتشوفوا بان كيدوزوا الالاف من المواطنين يوميا. ياك حنا مسلمين وخصنا نتحلو بالخصال ديال الدين الاسلامي ديالنا، علاش كل شيء هاد المواطنين ما مشوش يشوف؟ واش ما فيهمش واحد الطبيب؟ واش ما فيهمش شي واحد اللي غادي يقول بان هاد الشيء ماشي مقبول؟ وينوض يتصل ويشوف بقى السيد كيعاني. ها هو مات هنايا. وكما القاعده ديما الناس ديال الامن الوطني كنحييهم هما الاولين ديما اللي حاضرين. الوقايه المدنيه هذه ساعه الله رب باش تصلوا بها مازال ما حضراتش. تصوروا معايا هذا السيد يكون غير كوما مازال ما ماتش كوما. الوقايه المدنيه اللي خصها تجي تكون هنا حاضره هي الاولى الجانب الانساني عاد نشوفوا الجانب الامني. للاسف ما كاينينش، وحتى الا جاوا غادي يجينا طاكسي وغادي يبقى تما حتى غادي حتى الا ما ماتش غادي يموت. ولكن السيد راه موفي عريان وسط الازبال. شوفوا واش كيساوي المواطن عندنا حنايا، ناس اللي كيعانيو من اضطرابات نفسيه باكادير ولا بجهه سوس ماسه. ما كايناش واحد المؤسسه لايوائهم. ها هما كاع البارح غادي يديوه لسبيطار حسن الثاني. وسبيطار حسن الثاني واش عقلتوا بان فاش كنت المره الاخرى درت فيديو على واحد السيد اللي كان ناعس في الارض دخلوه وداروه فواحد الباياس خلوه حتى مات، ما عطاوش الرعايه الطبيه لان متشرد. وهذاك الشيء اللي كان غادي يوقع لهذا السيد هذا لو كان كاع داوه لسبيطار حسن الثاني. للاسف انا لله وانا اليه راجعون. وحتى على عندنا شي خلل في البلاد، عندنا شي خلل في المواطنين. كيفاش هذا السيد كيعاني امام الالاف اللي كتدخل ديال المواطنين لسوق الحد؟ ياك حنا مسلمين خصال الاسلام هاش كنساويو؟ السيد توفى وسط الازبال سوق الحد باكادير. وعاوتاني مره اخرى للاسف المسؤولين ديالنا ما مسوقينش في عطل، جالسين في الرفاهيه ديالهم. وهذا الشيء ما غاديش يفيقهم من القلبه. يموتوا حتى 20 يموتوا حتى 1000 ما مسوقينش. واش كتعرفوا واحد القضيه ان التجار ديال سوق الحد علموا اداره ديال السوق، علموا البلديه، علموا السلطه المحليه بالحاله الصحيه ديال هذا السيد. هذا الشيء البارح مع الربعه د العشيه وتا واحد ما تدخل. والنتيجه ها هي كما قلت لكم ما مسوقينش. الو الشرطه العلميه ها هي جات والوقايه المدنيه ما كايناش. هي الاولى خصها تجي، هي الاولى اللي غادي خص يكون فيها الطبيب، هي الاولى اللي غادي تقدم الاسعافات الا كان السيد في الخطر. الشرطه العلميه نازل الامن الوطني كنحييهم بزاف عاد هما اللي حاضرين ديما في الصفوف الاماميه ولا كتلقى الدرك الملكي. حنا بغينا الوقايه المدنيه وتكون مجهزه وتكون حاضره في الدقائق الاولى. الله يصاوب بلادنا. ها هما في البلاصه غادي يبداو العمل ديالهم، غادي يصوروه، غادي ياخذوا البصمات باش يديروا التشخيص ديالو ويعرفوه شكون هو. وديما الوقايه المدنيه مازال ما جاتش، مع العلم ان المقر ديال الوقايه المدنيه منين غتخرج لومبيلونس يمكن ما كايناش 3 دقائق من هنايا، 3 دقائق ما كايناش ومازال ما حضراتش. كتعرفوا بان شوفوا السياح
كتعرفوا بان لومبيلونس مازال ما جاتش، وقال لك ملي كيسمعوا بان راه السيد ميت ما كيجيوش، كيقول لهم عيطوا على نقل الاموات، ولكن لومبيلونس راه الحضور ديالها ضروري ويكون فيها الطبيب على الاقل يجي يشوف السيد واش كوما ولا شنو وقع ليه. المهم دابا كيعيطوا لومبيلونس ما بغاش تحرك، وغادي يشوفوا نقل الاموات هي اللي جات. ها هي عاد وصلت الشرطه العلميه كتكمل التشخيص ديالها، والمسرح شتو حاطين دوك الارقام وكل شيء على حوايجه على فين كان، والسياره ديال نقل الاموات ها هي وصلت. الله يرحمه مسكين ويسع عليه، وخاصنا هاد البلاد خاصنا بزاف ديال الحوايج، بزاف بزاف بزاف.